بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ماذا أخذنا في الدرس الماضي؟ ماذا أخذنا في الدرس الماضي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. ماذا أخذنا من الدرس؟ أخذنا أن تتعلم الخوف في العبادة من العبادات. وصلنا إلى الأصل المتسم الرابع ما قسمنا في دراسة الأصول الثلاثة. وفي هذا القسم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أسئلة وأجاب عنها حتى إذا سئلت تعرف ما هي الإجابة. ثم بعد هذا ذكرنا ما يتعلق به. أخذنا الدعاء. أقسام الدعاء. دعاء عبادة. ينقسم إلى قسمين. دعاء عبادة ودعاء. دعاء عبادة ودعاء نسأل. دعاء العبادة. صلاة غير نسأل. ثم صلى وصام الحمد لله. دعاء العبادة هذا هو دعاء بلسان الحال. دعاء بلسان الحال. دعاء العبادة هو دعاء لسان الحال. صلى وصام وحج لغير الله. حتى عندما يعني مثلا يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، تطلب العلم، تأمر بالمعروف، تنهى عن المنكر، حالك تريد ماذا؟ كأنك داعي، تريد الجنة ولا تريد النار، صحيح؟ نعم. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة. وخير ما قلت النبي يوم عرفة: لا إله إلا الله، لا إله إلا الله ذكر، لكن هي دعاء بلسان الحال. دعاء بلسان الحال. أما الدعاء بلسان المقام: اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، هذا دعاء المسألة. إذا دعاء العبادة دعاء بلسان الحال. والثاني دعاء مسألة دعاء بلسان المقال، ينقسم إلى قسمين: فيما لا أقدر علي إلا الله صرف ولا غير الله سكة، طلب الوالد، طلب الرزق، طيب، وفيما أقدر علي المخلوق يجوز بأربع شروط. يصح، لكن بشروط أربع. الأول قادر أن يكون قادرا، أن يكون حيا. نعم. أن يكون حيا. الحي خرج من الميت. نعم. قادر. فلو طلب من الميت شرك أكبر. نعم. قادر خرج بهذا العاجز، وهذا مثل. نعم. الحضور حاضر. حاضر خرج بهذا الغائب. نعم. وأن يكون يعتقد بالسببية سبب. يعني غرق في البحر. غرق في البحر. ونادي فلان على الشاطئ يقول: يا فلان أغثني، أغاثك الله. يصح. يصح هو يغرق في البحر وانا على الشاطئ يقول: يا فلان قتني اغاثك الله. لماذا؟ لانه حي وحاضر وقادر واعتقد انه سبب. نعم. انحرق المنزل، قدر الله سبحانه وتعالى عليه، فاتصل على الدفاع المدني على الشرطه. يصح؟ يصح. يصح ولا اشكر. غرق وينادي الولي الذي في الهند وهو غرق هنا في تركيا. لا يجوز. لا يجوز. نعم. شرك. شرك. نعم. ما يصح. لا لا ما يصح. طالب علم لابد يحدد الحكم. شرك أكبر أو أصغر؟ هذا الشرك. نعم. أكبر. أكبر. نعم. فما يصح أن تقول لا يجوز. واحد يسأل يقول: ما حكم الطواف حول القبور؟ تقول لا يجوز. الشرك أكبر. شرك أكبر. مفهوم؟ نعم. طيب. حي وحاضر وقادر الرابع خرج بهذا، ما لو اعتقد ان لهذا التصرف خلق الكون هذا شرك اكبر، او بيده جلب المنافع دفع المضار. بهذا قسمنا اخذ الاعتقاد في الاسباب الى ثلاث اسباب: صحيح وشرك اكبر وشرك اصغر. اخواننا يتكلم لا يوجه الى السؤال.
الله يرضى طيب تفضل. نعم أقسام الخوف. أخذنا درس الماضي ولا قسم واحد أقسام الذبح. ذبح لله. ذبح لله مثل ذبح لله. هذه أضاحي عقيقة صدقة. ذبح جائز مثل مثل تذبح لماذا؟ حتى تأكل. تذبح حتى تبيع جزء. في ثاني الذبح حكمه صحيح جائز محرم شرك أكبر شرك أصغر شرك أكبر لماذا؟ لدرجة الله محبة وتعليم ذبح الجن لأصحاب القبور. يلا مرة أخرى الأول ذبح لله. ذبح لله هذه واقع عقيق أو صدقة. الثاني ذبح جائز. ذبح جائز شاة اللحم والتجارة وإكرام الضيف. الثالث ذبح لغير الله حكمه محرم شرك أكبر. قلنا لا تقول محرم يا أخي اتق الله ممكن هذا يسمع شرك أكبر يخاف لكن محرم ممكن شرك أكبر لغير الله محبة وتعظيم مثل الذبح للجن لأصحاب القبور. فوجه السلطان محبة وتعظيم فتح الله عليه اجلس. من الكوميدي أقسام الخوف آخر واحد واجب مباح محرم. يا أخوانا لا أحد يتكلم. الأول خوف واجب صرف لله ومن صرف من غيره مش بشرك أكبر. خوف عبادة وتعظيم وسر. الآن في رمضان ما يرجع أحد وحده لماذا لا تأكل وتشرب؟ خوف شرك صح؟ هنا الثاني جائز خوف من ماذا؟ خوف طبيعي. خوف طبيعي من ماذا تخاف؟ خوف طبيعي من النصوص من قطاع الطريق من النار من السباع. الثالث خوف محرم والخوف المؤدي الى قنوط رحمه الله وطاعه المخلوق في معصيه الخالق. اجلس. عندي سؤال اخواننا اللي يعرف يرفع السؤال. نحن في مجلس علم ما حكم الخوف من الجن؟ حكم الخوف من الجن ما الذي يعرف؟ ما حكم الخوف من الجن؟ سبحان الله تعرف؟ دور شركة فتح الله عليك خليك واقف. في أحد يخالفه؟ بسم الله أول. قد يكون لا خليك واقف. إيش حكمه؟ قد يكون شرك أكبر. غيره في أحد يخالف هذا شرك أكبر؟ طيب في أحد عنده غيرها؟ نعم نقص في الإيمان. نعم نقص في الإيمان خليك واقف. من غير إخوانا حكم خوف من الجن سبحان الله. نعم يا حكم محرم. تعلم محرم خليق الله غير من يا إخوانا حكم خوف من الجن. نعم خوف جبلي. خوف جبلي طبيعي طبيعي. تخاف من الجن أم لا؟ نعم نعم تخاف من الجن. أنت ما تخاف من الجن؟ لا أبد ولا مرة خفت؟ معقول؟ ما يعمرها. موسى عليه الصلاة والسلام خاف من الجن فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقل خاف ولا هذا ما حكم الخوف هذا؟ شرك أكبر؟ بس الحمد لله كيف تقول شرك أكبر؟ خطأ حتى هذا مخطئ يقول طبيعي جائز خطأ أسباب هذا الذي أصاب بإذن الله. اسمع اسمع التفسير. نعم إذا كان خوف هذا الذي خاف من الجن نسأل تخاف من الجن؟ قال نعم. ماذا تسمع؟ قال أقول أقرأ الكرسي وأقول أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق ولا أنا وحدي ولا أسير وحدي فهذا خوف طبيعي جبن جائز لا يلام علينا. الثاني نسأل هذا تخاف؟ قال نعم أخاف. ماذا تسمع؟ قال أذبح لهم وأستعيذ بهم فهذا فهمت الآن؟
إذا ما حكم الخوف من الجن؟ حول ولا قوة إلا بالله. قبل قليل تقول شرك أكبر، والآن طبيعي. ما حكم الخوف من الجن؟ فيه تفصيل. نفس هذا الذي قال ماذا تصنع؟ قال أقرأت الكرسي وأقول أعرف كلمات الله التامة من شر ما خلق ولا أنام وحدي، فهذا طبيعي جاهز. وإذا كان يذبح واستعين بهم فهذا فأنت الآن اجلس. إذا حكم الخوف من الجن فيه تفصيل. إذا كان لهم الدليل طيب بعد ماذا خلق؟ الدعاء والذبح والخوف التوكل. يا اخوانا لا احد يتكلم يرفع اسفه، يعني يرفع اسفه التوكل. التوكل ما هو التوكل؟ ثلاث اشياء في التعريف. قلنا توكل لله. لا احنا ما اخذ اقسام التوكل ان شاء الله في كتاب التوحيد. تعريف التوكل اعتماد على الله، الصدق، الاعتماد على الله مع الثقه، مع الثقه به، والاخذ بالاسباب، والاخذ بالاسباب المشروعه. الحمد لله ما شاء الله فتح الله عليك. الخشية، ما هي الخشية؟ هذا من درس الماضي. نعم هي الخشية، الخوف المبني على علم عرض من الشوكة مسلطة فتح الله عليك. غير ما ناخذ هذا انتهينا من القسم. لا بقي هنا ما حكم من صرف شيء من العبادة لغير الله؟ نعم شرك أكبر. مشرك شرك أكبر. والدليل؟ الدليل قوله تعالى ومن يدعو مع الله. من يدعو مع الله. طيب يا اخوانا امر مهم جدا خطير جدا اطلاق الاحكام على الاشخاص. اطلاق الاحكام على الاشخاص، مشرك شرك اكبر، مشرك شرك اصغر، كافر، مبتدع، ضال، حزبي، كذا. احذر، هذا ليس لك. الحكم على الأشخاص، إطلاق الأحكام على الأشخاص، هذا ليس لك. هذا لمن؟ للعلماء. حكم العلماء على فلان لأنه كان كفر أكبر، ماذا تصنع؟ ترجع للعلماء. لكن أنت الآن لست أهل لا للتكفير ولا للتبديع ولا للترسيخ ولا غيره. مسألة خطيرة جدا. وبهذا كان نسأل الله سبحانه وتعالى هداية والسلامة والعافية مزلق الخوارج. تكفير الجملة. فتكفير الأشخاص، تبديع الأشخاص، هذا ليس للعلماء. أي علماء؟ علماء الربين، كبار علماء. ولو رفتوهم الرسول إلى أولي الأمر منهم لعلمهم الذين يستنبطون. ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان لقليل. نحن الآن هنا نتعلم الحكم على الفعل. رأيت إنسان يذبح لغير الله محبة وتعالى، تقول هذا الفعل شرك. لكن هذا الفاعل ماذا تصنع فيه؟ تأخذه إلى العلماء هم يقيموا عليه الحكم، مفهوم؟ أما أنت تحطيم الأحكام على الأشخاص هذا ليس لك كلام. سؤال، جاءك مرأة وقالت قال لي زوجي كذا وكذا، هل أنا طالق أم لا؟ تفتيها؟ لماذا؟ طالب علم. إلى خروج مرأة، خروج مرأة من عصمة وجر لا نقدر عليه، صحيح؟ ما بالك خروج إنسان من الدين الكلي. واليوم تجد اناس يحكمون بالتكفير بالتبديع بالترسيخ بكذا ومجرد اي كلام. ما يمكن. خلاص علم العلماء، حكم العلماء، الحمد لله، توقفنا. قال العلماء من فعل هذا فهو كافر كامل كافر، اذا المجتهد سب الرب، سب الدين، سب النبي صلى الله عليه وسلم، قال كافر كامل كافر، رجعنا للعلماء قال هو كافر، انتهى الامر. مفهوم؟ إذن أخوانا نحن الآن نتعلم الحكم على الفعل، أما الحكم على الفاعل لابد من إقامة الحجة وانتفاء الشبهة. فإذا حكم العلماء ماذا نصنع؟ نكون معهم. توقف العلماء، توقف. مفهوم؟ مسألة خطيرة جدا. طيب ثم بعد هذا بدأنا بالأصل الثاني وانتهينا منه إلى حين. من يدخل للأصل الثاني من الأصول الثلاثة؟ نعم معرفة الدين الإسلام بالأدلة. وقلنا الأول لا بد أن نعرف من هو المسلم، ولأنهم أرادوا إعجاب الإسلام، فلا نعرف شيء عن الإسلام أصلا. نعم.
ما هو المسلم؟ ما هو الإسلام؟ الإسلام شهادة لا إله إلا الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصلى مضاربة في البيت والقطاع. صحيح. نعم نعم. في الحديث هذا، أتكلم. نعم. في الحديث قال الإسلام نعم. تشهد أن لا إله إلا الله نعم. عرف الإسلام. الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد. والانقياد له الطاعة له ابن العمل. والبراءة من الشرك وأهلها يتقدم معه. فتح الله عليك. من يذكر لي مراتب الدين؟ إخواننا أنت تصل النار يا خطر. نعم. الإسلام والإيمان والإحسان. إسلام وأعلم الإسلام إيمان وأعلم أن الإيمان إحسان. وكل مرة لها أركان. أركان الإسلام كم؟ أركان الإسلام خمسة. خمسة والإيمان؟ إيمان ستة. والإحسان؟ الله أكبر عليك. ما معنى شهادة أن لا إله إلا الله؟ نعم. لا معبود بحق إلا الله. لماذا قلنا لا معبود بحق ولم نقل لا معبود إلا الله؟ لأنه لا بد في لا إله إلا الله من ماذا؟ من ركنين. كفر بالطاغوت قبل الإيمان بالله. إن البراء مما تعبدون إلا الذي فطرنا. مهم. ولا ما تنفع الشهادة. ولو قال معناها لا معبود إلا الله، معنى هذا أن الصح عبادة كل ما يعبد من دون الله. لا إله نافع جميع ما عبد من دون الله إلا الله مثبت عبادة إلا وحده لا شريك له. وقلنا في شهادة أن محمد عبد رسول نجمع له عليه الصلاة والسلام بين أنه عبد لا يعبد ورسول لا يكذب عليه الصلاة والسلام. فمن صرف شيء من العبودية من الربوبية للنبي عليه الصلاة والسلام هذا لم يشهد أنه عبد. ومن أنكر رسالة النبي صلى الله عليه وسلم لم يشهد أنه عبد. صح؟ فتح الله عنه. طيب بعد هذا الإيمان. نعم. أن أؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء والقدر. الله تعالى. هذا كان الإيمان ستة. وأخذنا أقل ما يقال من شرح أركان الإيمان وأخذتم الأوراق معكم إلى المغرب. الذي لا يحسن الورقة ينجح.